للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت. أهلا بك دكتور إحسان. ربما ننطلق في حديثنا مع الخبر الأخير الذي تناولناه الآن حول استقالة رئيسة جامعة كولومبيا على خلفية التعامل مع الاحتجاجات التي كانت في الجامعة وفي عدة جامعات أمريكية عقب الاحتجاج بشأن ما يتعلق بقطاع غزة. من هذا المنظور ومن هذا الخبر دكتور إحسان، يعني كيف أثرت القضية الفلسطينية وما حدث بالداخل الفلسطيني في أوساط العالم، خاصة على ضوء ما نتحدث عنه في جامعة كولومبيا؟ تحياتي أولا. يعني ما يحصل في أمريكا، هناك حركة طلابية وهناك يعني الضغوط على رئيسة الجامعة. هذه رئيسة الجامعة يعني عندها حاولت أن ترضي المتبرعين المتمكنين ماليا الذين يعطوا ملايين دولارات للجامعة، حاولت أن ترضي المشرعين في واشنطن الذين دخلوا على الخط للمزايدة من أجل اللوبي الصهيوني، وهناك الأساتذة وحرية الرأي، فهي في وضع صعب جدا كانت، يعني مستحيل أن تقدر أن ترضي كل الأفرقاء، لذلك استقالت. وكان يعني اللوبي الصهيوني رغم كل ما فعلته يعني من تضييق ومن معاقبة الطلاب، اللوبي الصهيوني أراد أن يعني تخسر وظيفتها وهي استقالت. نعم. انطلاقا من هذه النقطة، أو يعني في الذهاب إلى أبرز ما حدث في الشأن الأمريكي، تحدث البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس تلقيا إحاطة من فريق الأمن القومي حول الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذلك الجهود العسكرية لأمن إسرائيل. يعني في ظل ما ربما استمعت أيضا دكتور إحسان إلى مراسلنا كان يتحدث إلينا الآن ونقر الأوضاع كاملة في قطاع غزة، الفلسطينيون الآن يأكلون أوراق الشجر. في ظل الحديث عن التهدئة، برأيك يعني هل من نية إسرائيلية حقيقية لوقف كل ما يحدث في القطاع وإنفاذ المساعدات؟ إطلاقا ليس هناك. المشكلة الأساسية منذ البداية، نحن في الشهر العاشر يعني من هذا الحرب، الأمريكي منذ البداية قال الإسرائيلي عندكم أسابيع لا أشهر، والإسرائيلي قال ربما يحتاج سنوات منذ البداية. فالإسرائيلي يعرف أن الموضوع لن يكون يوم يومين والدعم، لكن المشكلة أين كانت؟ المشكلة ذهب بايدن وتفاعل مع الموضوع عاطفيا، وتصور قال رأى صور أطفال رؤوسهم مقطعة، هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تصور يعني تخيل أمر لم يكن موجود. وعطى إسرائيل كل شيء، عطى نتنياهو كل شيء بدون يعني أن يشترط أي شيء عليهم، وحتى عندما طلب أمور منهم ورفضوا يعني أن يرفضوها لم يعاقبهم. ليس هناك ضغط، يعني ذلك فكرة الضغط على إسرائيل غير موجودة إطلاقا، ليس هناك ضغط على إسرائيل. هذا رئيس بايدن ضعيف، هو يعني منذ البداية لا يؤمن بفكرة الضغط على إسرائيل إطلاقا، هو عقود في العمل السياسي العام أكثر من مرة بالسابق، يعني في تاريخه قال لا يجب الضغط على إسرائيل إطلاقا وهو لا يضغط عليهم، ونتنياهو استغل ذلك التفاعل العاطفي وأنه لا يؤمن بالضغط على إسرائيل ويقدم كل شيء لهم ولا يشترط أمور عليهم، لذلك يعني الإسرائيلي يفعل ما يريد ولا يكترث، يعني حتى إحراج للأمريكي، يعني بالنسبة مثلا لبيروت هوكستين يذهب إلى لبنان، عنده علاقة جيدة مع اللبنانيين، يعني تراه يبتسم للكاميرا ويذهب إلى يقابل أصدقائه، يعني فالأمريكي عنده علاقة معقولة مع حزب الله، يعني عن طريق وسطاء في لبنان. باقي يعني هوكستين قال لن يضرب بيروت، وضرب الإسرائيلي بيروت مرتين، يعني أحرج الأمريكي، هو لا يكترث. الإسرائيلي يعرف أن الدعم الأمريكي غير محدود وأنه مهما فعل سيبقى هذا الدعم معه تماما، ولذلك هو لا يكترث، هو لا يكترث إطلاقا، يعني يهدد بحرق لبنان، بتدمير لبنان، يعني هناك اليوم هناك في إسرائيل من يريد حرب مع لبنان، هم يعتمدون على أمريكا، والأساطيل الأمريكية تقوي يعني تعنتهم، أساطيل وصفقة السلاح، لذلك الإسرائيلي في قمة قوته اليوم. نعم، لكن دكتور إحسان، يعني وأنت متواجد بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أستاذ للعلوم السياسية، أليس القانون الأمريكي يحظر أن يتم تصدير السلاح الأمريكي لأي دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو ضد المدنيين؟
صحيح، اكيد اكيد. الرئيس جو بايدن اعترف في احدى المقابلات التلفزيونيه لوسائل الاعلام الامريكيه، واعترف نصا ان الاسلحه الامريكيه قتلت مدنيين في قطاع غزه. صحيح عزيزي، إضافة إلى ذلك يعني هناك موضوع تشبيع الناس، يعني الأمريكي يعرف تماما ذلك، يعني لا يمكن أن يقول الأمريكي لا، هي سياسة الدولة الإسرائيلية تشبيع الفلسطينيين، التنكيل فيهم، وهي سياسة الضغط على حماس للإفراج على السجناء الرهائن المعتقلين في غزة، هي هذه سياسة البلد. يعني هي ليست، يعني عادة بالحروب يعني يكون هناك معاناة جوع، يعني معاناة، أنا يعني كنت بلبنان بالحرب الأهلية، أكيد في ظروف صعبة، ولكن هي سياسة إسرائيل التجويع، هي التنكيل بالفلسطينيين، هي سياسة، والأمريكي يعرف أنه من خلال المفاوضات مثلا كان إسرائيل يقول تفرج حماس عن عدد معين من المحتجزين وتدخل عدد معين من الشاحنات إلى القطاع و يتعمل عدد معين من المخابز، يعني فهناك يعني هذه هي الجريمة، لذلك هم في محكمة الجنايات الدولية، وهذا أسهل بكثير كتهمة جنائية تجويع المدنيين من القصف والتدمير، لأنه جزء من الحرب عادة. نعم. فيعني ممكن إسرائيل تدافع عن نفسها في ذلك، ولكن التجويع سياسة إسرائيل. وتصور يعني هذا الرجل الضعيف في البيت الأبيض يعني لم يستطع إقناع إسرائيل بإدخال الطعام، واضطر إلى إنشاء رصيف بحري مؤقت، وفشل ذريعا، وأدخل الطعام من الجو أيضا فشلا ذريعا، وقتلوا العمال الذين يعملون في منظمة عالمية للصديقة، يعني المطبخ العالمي، ولم يعترف إسرائيل. نعم، هذا صديق بايدن، وعندما التقى ببايدن بالبيت الأبيض قال لا أفهم ماذا يفعل بايدن، كيف يقول يريد وقف إطلاق النار ويستمر في إرسال السلاح. هناك دولة يعني أمريكية سياسة متناقضة، ولكن لماذا يفعل ذلك؟ لأنه هناك اللوبي الصهيوني الذي يضغط، وهذا رجل بايدن صهيوني وضعيف أيضا. لكن يعني كما نعلم أن القانون الأمريكي يحظر إرسال هذه المساعدات أو هذه الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أو تشرع في قتل مدنيين، نعلم أيضا أن هذه الأسلحة خاصة التي أرسلت، كنا نتحدث عنها بالأمس، يعني حوالي 18 مليار فاصل 82 من الأسلحة أرسلت دون اعتماد أو موافقة الكونغرس، تم إرسالها باعتماد مباشر من الإدارة الأمريكية تحت مسمى الطوارئ. إذن أليس هذا تناقضا صريحا أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المدنيين يقتلون بأسلحة أمريكية، ويقوم بإرسال المزيد من الأسلحة بين قوسين، الهجومية ليس الدفاعية؟ صحيح، هناك تناقض، هناك فضيحة، وهناك سقوط أخلاقي وقانوني، وكل ما يعني سمه ما تسمه، يعني حقيقة صحيح كل هذا مخالف للقانون، ولكن من يطبق القانون وعنده رئيس البلد في السياسة الخارجية عنده صلاحيات استثنائية، يعني هو في السياسة الداخلية لا يحلم أن يكون عنده صلاحيات التي عنده في الشأن الخارجي، في الشأن الخارجي عنده صلاحيات كثيرة ويستخدمها، يعني يستخدمها، ومن يعني حتى لو يعني لك خالف القانون، من سيتابع الموضوع؟ ما هو رئيس البلد يعني ماذا سيفعل الكونغرس؟ الكونغرس جانب إسرائيل، وهو يريده أن يعني يصفق نتنياهو، يعني تصور يعني يستقبل نتنياهو بالتصفيق الحار ويقف له، يعني من سيطبق القانون؟ من هي الموضوع السياسي، وحتى لو المحاكم دخلت بالموضوع، المحاكم تقول هذا موضوع سياسي لا أدخل به، سياسة خارجية. فالمشكلة أن أمريكا يعني فضحت نفسها في هذه الحرب، هي غزة فضيحة للغرب، يعني كان ينادي بالقانون وحقوق الإنسان، لا يعني فضيحة كبيرة، يعني اليوم المذارع في غزة تشويع سياسة، يعني والأمريكي شريك كامل، يعني الأمريكي شريك ولا يضغط إطلاقا، والإسرائيلي اليوم يعني إسرائيل هي دولة متطرفة، دولة مدفوعة بعقيدة دينية معادية يعني شرسة، تريد التدمير التنكيل، يعني حتى الشعب الإسرائيلي اليوم يعني لا يكترث بالتدمير والتشويع والقتل، يعني لفترة طويلة يعني كان إسرائيل تقول أنه هم دولة يعني غربية تحترم القانون وهي مثل الغرب يعني حقوق الإنسان، واليوم هي دولة شرسة مدفوعة بحق الدين، تدمر تجوع، يعني والشعب الإسرائيلي ليس مزعوج، هو يتظاهر لأنه يريد إخراج الرهائن، لكن لا يتظاهر لأنه محتاج على تشويع والتنكيل في غزة. ممنوع حتى تصور، هي إسرائيل تقول هي ديمقراطية، ممنوع احتجاج يعني تعاطف مع غزة يدخل السجن حتى إسرائيلي يهودي. ففضيحة بالنسبة لإسرائيل وأمريكا أيضا هذه الحرب. نعم.
يعني لضيق الوقت دكتور إحسان نشكرك على كل هذه التفاصيل وكل هذا التحليل من ولاية كنتك الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، شكرا لك.